كريستيانو رونالدو شادي انليست انا الليله اكسكلوسيف ايفنت اوزويغو باي اديداس نحن فليب سايد فليب سايد هو ريكورد ستور ريكورد ستور اللي هو فيه الفاينلز الفاينلز هي اول فورم بتاع موسيقى طلع قبل الكاسيت قبل السي دي قبل الام بي 3 كان في الفاينلز اللي هي بتذكرنا اغاني ام كلثوم اغاني عبد الحليم حافظ ان شاء الله حيكون ايفنت عجيب شارات توديزز حنشوف كيف الايفنت تابعونا معكم حسان انليش يس اي كيدناب ذا شو فروم شادي ذاتس هاو ات از رايت هير ليسن الان زيدي بيج هاز عنده باس اسكت اتس ماي تيرن شادي وات يو دوينج فور اس اون تي في از ا بيج بيج ديل اتس ا ريلي بيج ديل شوت اوت تو يو هاو ار يو غانا بوت ذس كيپ دوينج ات اون تي في از ريلي بيج ان شاء الله ريلي اون تي في وي اول براذرز اند سيسترز I'd like to welcome you to the Adidas Originals Oswego Feud and Food Talk. So we're here today to talk about the new drop from Adidas Originals, which is the Oswego. This is a shoe which has been unarchived from 98, and they've brought it back. They've reworked it, added some new technology to it like Adiprene, and made it more relevant, more streamlined, and it's a sneaker that kind of relates to 2019, the new generation. So it's bringing the old to the new, you know what I'm saying? نحنا في فليب سايد فدي كلها ريكوردز يعني هي الريكوردز بتشتغل من هنا اللي هو الفاينل بلاير ده البلاير اللي هو بيشغله منه الريكوردز الريكوردز اللي بتكون زي دي سيديهات معمولة من بلاستيك ومسجلة فيها الأغاني through waves فدي كلها ريكوردز طالعة بوب مارلي مالز اند مونك سبايدر مان اللي هو السكور تبع الفيلم ليد زيبلين برنس فاتي فاتي شوت اوت تو ماي مين مان بيت بوكس ري ذا بيت بوكسر yeah. يو can you give us a quick real quick one it's all for Atlanta TV I'm sorry أعزائي المشاهدين أنا معاي واحد من بالنسبة لي أساطير الدي جي دي جيز في الإمارات مبالغ خليني أعلم رأيي أنا أوكي عندي ماما دي جي بروكلين بروكلين هو يعزف أبو ظبي if I'm not lying yeah my first few years were in Abu Dhabi actually my first two years were in AD shout out my خالدية خالدية guys boom my Arab guys were you all day طيب Brooklyn فأكلمني أنت بديت DJing سنة كم ويعني كيف كانت الرحلة لما وصلنا أسر يعني والله يا برو هو الموضوع كان بسيط يعني أنا كان عندي لما كنت عايش في نيويورك كان عندي خالي بيجمع like a lot of records معايا records كتيرة دايما بشوفه بيحطهم على التيرن تيبل he wasn't necessarily a DJ يعني بس كان بيجمعهم بيحب يجمع بعدين واحدة واحدة هو بدأ يسيب الموضوع نزل من راسه فقلت له طب بقول لك ايه بقى هات الحاجة اللي خليها معايا and slowly like رحت اشتريت تيرن تيبل my first تيرن تيبل ever was Technics 1200 1997 ما مشكلة my first turntable wow 97 and then كان في مشاكل مع الأهل وبتاع لا ما ينفعش تبقى دي جي ومش عارف ايه والكلام ده كله بس الحمد لله الكلام لازم يبقى دكتور لازم يا اما تبقى دكتور مهندس حاجة من الحاجات دي بس الموضوع مات بعدين I just picked it up and came to Dubai to study at American University wow I was working as well morning so with the first money I got my first official you know full set I remember buying it from Ronnie Jacks wow so yeah I interviewed Ronnie Jacks I bought my first turntables my full-on like turntable set from Ronnie Jacks here in 2006 wow that's incredible and then I just picked up man You're doing amazing. Thank you. Shout out DJ Brooklyn. Appreciate it, my man. Cool. See you soon. Peace. Habib.
المشاهدين. فاصل قصير وسنرجع. شاري أنليش. مرحبا. أنا معي اليوم كرافيتي أرتست. سيف. أنا سيف. سيف تشيلمران. سيف تشيلمران. سيف تشيلمران. I can never pronounce it. هو من أحسن ال graffiti artist من أبو ظبي ووسط دبي. أس هو في الميدل إيست معروف. Can you tell us about graffiti, the representation, and how بالعربي كلمنا بس عن graffiti. بدأ كيف؟ شو هو graffiti أصلاً؟ الفن. graffiti والفن ببلش بالجداريات على الشارع. وفن من الناس للناس، يعني ما انه عبارة عن فن يكون معروض بالغاليريز او بالميوزيومز، هو للكل بالشارع لحتى الناس تستمتع فيه. وهي ثقافة الجرافيتي، يعني هي نحن في اليوم نحن في الاديداس ايفنت ونتكلم عن الهيب هوب كلتشر. تمام. الجرافيتي هو بارت من الهيب هوب كلتشر. يس. زي البريك دانسينج، زي يعني زي الراب، زي الرقص اللي هو البريك رقص التكسير. فالجرافيتي جزء من ال يعني part of the game. part of the game لما كأن الناس بدأ من هناك. actually graffiti بلش من أيام الكيفمن. yeah فكان كان هذا أنا يعني it's the first أول حركة فنية للبشرية كانت wow. تعبير عن your identity. والجرافيتي بتكتب اسمك بالعادة أو الجرافيتي كرو. فكان الايدنتيتي تبعهم كان ما عندهم أسامي، كانوا يحطوا كف and they would stencil instead of spray paint the blood بتهمهم ويرشوا على ايدهم. وهلا موجودين بتشوفهم في المتاحف. 10,000 years old, 15,000 years old. يعني these are that's the beginning of it. hip hop made it famous. I have a question. مثلا المرسومات اللي بتكون في الحيوط في في مصر في الاهرامات يعتبروا جرافيتي؟ انا برايي يعتبر كثير راي الفنانين وفي الكريتكس انه يعتبر هذا جرافيتي. شو فرقوا عن الجرافيتي؟ الناس عم تعبر عن اشياء على الجداريات. واو. فور ذا بابليك. واو. المهم يكون فور ذا بابليك. ونحن لحد اسي بعد 20,000 سنه ولا ما بعرف كم لحد اسي بنمشي ونحن بنحاول نفسر هم كان شنو كانت الرساله اللي حاطينها على الحيط. او I mean في لسه كثير مسجات ما ادري ايه ديسايفر كانت لغتهم ذير اون. بس بالنهايه تعبير لما تنحط على الحيط يعني محطوطه لحتى الناس ثانيه تشوف. حتى من 20,000 سنة نفس المبدأ. This is for the people to see. يا مان سيف مشكور حبيبي. تسلم. شادي. Appreciate it. I wish you the best of luck my man. Thank you very much. Appreciate it. Thank you so much for your time. My pleasure. شادي. 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 It's a freestyle, yeah? So if I mess up, I mess up. I never mess up. Yo. But I'll be out here spinning it free. It's a freestyle. No way, my. Give it up. Give it up for Shaggy. حسان AKA Big Hass. نحن زمان جيتك أنا في The Beat DXB. صح. وصورنا معك الشو. اليوم another show. You were on the panel. شوف. أبغى أبدأ بتحية لمجيد. هذا رابر سعودي موجود هنا في الإمارات. تحية لمجيد. ترقبوا جديده قريبا. أو actually he's here. تعال. Okay. خلاص. مستحيل الآن. ولكن شاكر جدا لدعمك شادي. اليوم كان شيء جدا جميل عن ثقافة وحضارة الهيب هوب في التسعينات، كيف بدأ الهيب هوب وكيف إيش علاقة الفاشن خاصة أديداس في الهيب هوب. فكان yes. كان نقاش جدا جميل. تحياتي لأديداس. ليش أقول لك ليش؟ لأنه جابوا الناس اللي كانوا موجودين في البانل كلهم ناس ليو ثقل، عندهم معلومات جدا قوية ورهيبة. والجمهور كان جدا جميل. شرفنا شادي أنليشت الآن تي في. يو جايز وبيكاس. احنا اتكلمنا عن 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 الثقافه، ثقافه اديداس في الهيب هوب. يعني نحن انا one of my favorite lines is Lil Wayne on like nobody on the corner got swagger like us. الغنيه دي في 2008 جاي زي تي اي كانيا and Lil Wayne. يعني غنيه and they performed at the Grammys. صح. So one of the lines he was like I got stripes Adidas. Yes. So when he said I'm like whoa. اضيفك من الشعر بيت زي ما يقولوا. اوكي. Run DMC. Yes. لما غنوا My Adidas. Yes. كان you know كان يرفعوا الأديداس. My Adidas. كان هذا شيء جدا جميل. الجميل بشركة أديداس انه هم زي ما قلت في البانل بيشتركوا مع الفنان. ما أيوة. بيقولوا الفنان ايش تسوي. أيوة. بيشوفوا الفنان ايش بيسوي وخلينا نندمج مع بعض يصير شيء جدا جميل. So this is amazing. وهذا الشيء جدا ضروري خاصة للبراندز out there. فيا get educated. حابب اقول تحية كبيرة لي شادي أنليش على الان تي في. You guys are amazing. تابعوا هذا الشخص. You're on TV. Mama I made it. Hey.
Congratulations, made it. Alright, big house. شكرا جزيلا اخوي حسان. I appreciate it. See you soon, my brother. See you soon, my حبيبي. brother. My man. تحية. عزاء الانليشت. فاصل قصير وسنرجع. Peace. مرحبا اعزائي المشاهدين ذا انليشت. انا اليوم معي ضيف خاص جدا جدا جدا. تعرفوا انا اسمي شادي، قول لنا اسمك لو سمحت. شادي. اي شادي. شادي الشوادي. المفروض يقول على البرنامج لحالنا اسمه شادي الشوادي. اوكي سو شادي هو الاونر بتاع فليب سايد. فليب سايد هي الريكورد ستور الوحيد في الامارات اللي بيبيع اكتوال ريكوردز، يعني بيبيع الفاينلز اللي انت كنت بتشوفها القديمه اللي هي بتشتغل السي دي الكبير جدا بلاستيك وبيشتغل بالبن زي عبد الحليم ام كلثوم جماعه دل. شادي مرحبا. هلا اخبارك؟ تمام الحمد لله. انا كويس الحمد لله. تعب ليه؟ الحمد لله. انا عايز اروح مصر قريب جدا صراحه. يلا انا وانت ان شاء الله. شادي شادي يلا شادي يلا بينا ان شاء الله. السودان بعدين ان شاء الله. يا يو مور ذان ويلكم والله. بي ماي بليجر. بي ماي بليجر والله. قاعد دو ان شاء الله. طيب شادي كلمنا بس عن الهيستوري شويه بتاع الفاينلز، انه الفاينل كيف بدا ويعني تكنيكلي اور نوت تكنيكلي وات ايفر. هو تكنيكلي الناس بتمل لانه اتس تكنيكال. اوكي سو اتس ريلي We'll talk about the culture. Yes. The culture, ثقافة الفاينل. ما كان في أشي قبل الفاينل. أيوة. أول شيء الناس لعبوا منه ميوزك هو كان الفاينل. ودي حاجة مهمة جدا في الثقافة. يعني كموسيقى generally. صح. شادي شكرا جزيلا. شكرا على حبيبي. وقتك. وأنا حجيك of course مرة تانية. مستنين. إن شاء الله. والنكست إيفنت count me in. count شادي unleashed. وال unleashed. أنا بسمي جماعتي المشاهدين تي the unleashed. the unleashed. كلنا unleashed. yes let's do it. That's thank it. you very much. I appreciate it. much love. thank you. appreciate it. I shine bright in the dark like a luminous edge. You're not a failure at all if the shoe doesn't fit. It means the picture was bigger than you. أعزائي المشاهدين أنا معاي حسون AKA اسمي حسون. سب وسب شو أخباركم؟ شوف حسون إذا بتتذكروا الحلقة بتاعت الخيل لما رحت معرض الخيل كنت لابس فنيلة ما مكتوب عليها They don't want my death they want my silence. الفنيلة دي designed by صاحبي حسون والحاجة دي أنا بحترمها جدا. حسون thank you so much for providing me with the clothing. thank you so much. لأنه شوف هي الملابس دي أنا بحب أديداس بحب لوس براند لكن لما يكون في ملابس جاية من عندنا من الثقافة الإحساس بيكون غير. فحسون شكرا جزيلا for all that. إيش وانا زي صندق بقى لبسك أنت ما شاء الله يعني لبس السنين العسل يعني check it out. حسون thank you so much appreciate it. no worries man bless up man bless up guys. قول لهم شكرا شادي unleashed. شكرا شادي unleashed. ما من شكرا أحلن تي في أحلن. الآن تي في. الآن تي في thank you so much guys. ما من respects thank you. أعزائي المشاهدين هلا أنا كنت في flip side في Circle Avenue event by Adidas للrelease بتاع the new shoe اسمه Oz We Go. شفنا الجزمة كان في panel يتحدث عن الموسيقى التسعينيات هيب هوب التسعينيات وكيف يتطور الهيب هوب. 9:30 بتوقيت دبي يوم الثلاثاء شادي unleashed. تابعونا. much love.